معنا عبر سكايب الأسيس ماهر فؤاد داوود من العراق. أسيس أهلا فيك. أهلا وسهلا بك أختنا العزيزة، وأهلا وسهلا بمشاهدي سات 7. الله يبارككم جميعا. أسيس، هل العالم صار في كتير خطية؟ وهل كورونا هي تأديب من الله للبشر؟ كل اللي دا يصير حوالينا هو نتيجة كثرة الخطية في العالم، والعالم ماشي نحو الهاوية، من تلوث بيئة، من تلوث صناعي، من تلوث أخلاقي، من تلوث اجتماعي، الفكر الإنسان أيضا تلوث. بكل مقاييس التلوث الإنسان بدأ نحو الآن الانحدار في كل مجالات حياته. لكن هل أن الله يؤدبنا بهكذا ضربة؟ الجواب كلا، الله لم يحن وقت تأديبه إلى الآن. ومن الخطأ أن البشرية تفكر أن هذه ضربة من الله. ليش؟ لأنه الآن هو الله يريد أن جميع الناس يخلصون. في سفر أعمال الرسل، الرسول بولس تكلم وقال الإصحاح 17 وآية 31 و 31، يقول: فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. فكرة الله الآن، عمل الله الآن، هو أمر بأن الناس تتوب، لأنه قال المسيح: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فإذا الآن هو أمر من الله أن الناس يتوبوا، يتغاضى عن أزمنة، يعني ما يتذكر بعد وينسى خطايانا، متغاضيا عن جهلنا، متغاضيا عن خطايانا. لأنه الشطر الثاني مهم جدا ونعرف فيه هل هذا غضب من الله أم لا، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. إذا هناك يوم أقام الله فيه سيدين المسكونة. فالله لا يستخدم هذه الأدوات الآن هي للإدانة، لا أبدا. أقام الله يوم في أن يدين المسكونة، مجيء الثاني للمسيح راح يجي للدينونة، المجيء الأول للخلاص والمجيء الثاني للدينونة. أما هذه الأمور فهي الله لا يعمل بهكذا عمل، ما يضرب الإنسان بهكذا وباء أبدا. لأنه الرسول يعقوب يقول هذه الكلمات، يقول في الإصحاح الأول وآية 13: لا يقول أحد إن جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب. فالله لا يستخدم هذه الطرق لتأديب الإنسان أبدا، لكن نحن نجرب. إذا انخدعنا من شهواتنا، انجذبنا وانخدعنا من شهواتنا، هذه كلها تجارب من عدو الخير إبليس، ضربات. أنا قلت من بلقاءات كثيرة عندنا في الإذاعة في العراق أنه هذا الفيروس هو فيروس شيطاني. إبليس يريد أن يقتل الناس، يريد أن يبيد الناس، لكن الله رحمته لا زالت الآن، لا رحمته وبركته لا زالت الآن. فهو الآن يأمر أن جميع الناس يتوبوا. هذه هي النقطة المهمة. ما نجي نحمل الله وزر أعمالنا، ما نجي نلوم الله على هذا الشر اللي إحنا فيه، لأن هو لا دخل إله به نهائيا. لكن أيضا نجي بالجانب الآخر أنه الله لا زال مسيطر على الأمور، ما فلتت زمام الأمور من يده نهائيا، وهو قادر أن يجد لنا الحل خلال هذه التجربة المريرة اللي دا يعيش بها كل العالم، غني وفقير، كبير وصغير. فالله له القدرة والإمكانية بأن يشفينا، وإحنا نطلب من الرب أنه يشفي، أنه الرب هو اللي يعالج ويرحم المسكونة هذه. أسيس، شو بتقول للناس اللي يمكن اليوم حاسين بيأس معين ومشان هيك عم بفكروا انه هيدا تأديب من الله، لان يمكن ما كثير عم بيقدروا يلاقوا الله بهيدي الكارثه اللي عم نقطع فيها، شو بتقول لهم انت؟ بالعكس اليوم الناس كثير بلشت تفكر، لانه كان اتكالها على امكانياتها القويه، امكانيه الدول العظمى القويه، امكانيه المال، بحيث انت اثناء اللقاء هذا مالتك انه قلتي
لانه ملياردير ما قدر يعني امواله ما قدر يتخلصه. هنا يوضح ان الاتكال على المال والاتكال على القوة البشرية اللي وقفت حائرة امام فيروس لا تراه العين، انتصر هذا الفيروس على كل قوى البشر، فانشلت حركة التفكير البشري والامكانيات البشرية الهائلة، الصواريخ والمعدات والآلات الحربية وقفت، ما تقدر تعمل شيء أمام هذا الكائن، هذا الفيروس الميت. يقولوا عنه هو فيروس ميت لكن يحتوي في داخل الإنسان. فوقف الإنسان اليوم فاشل أمام كل أعماله وأمام كل إمكانياته. لهذا نشوف الناس اليوم بلشت تصرخ إلى الله، تطلب المعونة والنجدة، تطلب الشفاء من إيد الله. وهذا هو يوم التوبة، هذا هو يوم للرجوع، هذا ليس تأديب. الله لا يؤدبنا، وبعدين الله ما يستخدم هذه الطريقة أن نلجأ إليه، هذه رخيصة، يعني طريقة رخيصة. هو قدم لنا طريقة عظيمة ومشروع عظيم، قدم ابنه لفداء كل الجنس البشري، فما نعم يستخدم الأمور هذه التافهة يؤدبنا فيها، لا نهائياً. هو أرسل ابنه الحبيب لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. هذه فكرة الله، ما يستخدم هالأساليب الرخيصة، لكن استخدم أعظم شيء ابنه الحبيب. شكرا لك أسيس ماهر فؤاد داوود، حكيتنا من العراق.